طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نراجع الشابتر السادس بشكل سريع في البايثون، اللي هو بيحكي عن السترينجز. فعليا السترينجز هي عبارة عن list of characters، هو فعليا عبارة عن list of characters. يعني لو كان أنا عندي بنانا، هي عبارة عن list مكون من ال B وال A وال N، يبقى هي عبارة عن list والعناصر تبعتها عبارة عن characters، الأحرف. فبالتالي لو كان أنا عندي هذا السترينج بهذا الشكل، تمام، تمام، وهنا حطيت fruit of الزيرو، بيجيب لي أول حرف، تمام. هنا وفي الواحد بيجيب لي تاني حرف، فبالتالي هي فعليا عبارة عن list، تمام. طيب نشوف بعض الدوال المتعلقة بالstrings، كيف ممكن نشوف هاي الدوال. انه على سبيل المثال لو عرفت s بتساوي a b c عبارة عن string، كيف اشوف دوال لأوبجكت معين في البايثون؟ بعمل dir لهذا الأوبجكت، بروح بيجيب لي كل الدوال. طبعا كل الدوال اللي بتبدأ وبتنتهي بأندرسكور، زي ما ذكرنا إنه أنا بدنا نأجل الحديث فيها لغاية لما نصل للأوبجكت، فبالتالي إنه بدي أركز فعليا على هاي الدوال. في عندي دوال كتيرة مرت علينا، طبعا كل الدوال اللي بتبدأ بـ is، is lower، is numeric، طب طبيعة الحال إنه بدنا نتعود دائما إنه هاي الدوال بترجع true أو false، فبالتالي هنا is digit من اسمها، إذا كان السترينج هذا عبارة عن digit بترجع true، غير هيك بترجع false. is lower، إذا كان كل الأحرف lower case بترجع true، غير هيك بترجع false. is numeric نفس الكلام. is printable، لأنه إذا كانت الأحرف هذه أحرف Greek مثلا أو أحرف غير قابلة للطباعة، فبالتالي إنه بيرجع true أو false إذا هي قابلة للطباعة أو لا. is space، is title، is upper، كل هاي الشغلات انه حنشوفها. طيب نبدأ على سبيل المثال نستعرض بعض الدوال، زي مثلا دالة الكابيتالايز. طبعا دالة الكابيتالايز شو بتسوي؟ بتروح اول حرف انا عندي في السترينج بتعمل له كابيتالايزيشن. انا عندي هنا البي سمول، صار هنا كابيتال لتر. طيب في عندي هنا دالة السنتر، شو بتسوي؟ بتعمل window of characters، تمام، بحدد الطول تبعها قديش، وبتعمل توسيط للسترينج هذا اللي انا حطيته في هاي الويندو. يعني هنا لو شفنا انه هدول هم الخمسين characters، تمام، وعمل توسيط لبايثون سكول في منتصف هدول الخمسين character، فبالتالي هذا عمل دالة السنتر. دالة الكاونت، انه انا بعمل count لسبسترينج او كاركتر. يعني هنا بايثون سكول بعمل count للاو، الاو مكررة ثلاث مرات، انه هاي المرة الاولى، هاي المرة الثانية والثالثة. وهنا لو عملت او معنى ذلك انه بدي اعمل count لاو متبوعة بأو، فهي فعليا مكررة مرة واحدة فقط. فهذا عبارة عن كاركتر وهذا عبارة عن سبسترينج في دالة الكاونت، انه انا بستخدمها. طبعا هنا في عندي دالة الفايند. دالة الفايند انا ايش ممكن اعطيها؟ ممكن اعطيها نفس الكلام كاركتر او سبسترينج. فهنا التي اتش بيجيب لي بداية الاندكس، بداية انه الاندكس تبع التي متبوعة باتش، فالتي متبوعة باتش موجودة هي وين؟ عند 0 1 2، فبالتالي هنا بيجيب لي بداية الاندكس تبعها. لو كانت التي اتش، لو كانت التي مش متبوعة بأتش بيرجع لي ماينس واحد، انه هي مش موجودة، تمام. طبعا هنا دورت على كاركتر الام، الام مش موجودة، بيرجع ماينس واحد. هنا حابب اني انا اضيف انه انا في الفايند ممكن ايش اسوي، انه انا بدي الاندكس تبع الاو، فبالتالي انه هنا ممكن احكي زي هيك، وهي الفايند وهنا او،
فبيجيب لي إياها إنه هذه عفوا زيرو أو بيجيب لي إياها إنه أربعة. وين أربعة؟ هيو زيرو واحد اثنين ثلاثة أربعة. فبالتالي بيجيب الـ first match، الـ index تبع الـ first match لو كانت إنه هي موجودة أكثر من مرة. عشان هيك أنا في عندي إمكانية إنه إيش أسوي؟ إنه أستخدم دالة الـ find وأعطيها باراميتر ثاني وأقول له ابدأ دور لي من الـ index 5. يبقى هنا أعطيتها باراميتر ثاني اللي هو الإشي اللي أنا بدي أدور عليه بالإضافة لـ start index. هنا الـ start index by default بيكون 0، لكن هنا أنا حددته إنه 5، فبالتالي هنا راح يكون عنده القدرة إنه يوجد الـ index تبع الـ odd الثانية اللي موجودة. فلو شغلنا فحيجيب إحداش، لأنه هنا نيجي نطلع أنا عندي 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، أول O بعد الخمسة بهذا الشكل. فهي الشغلة أساسية وضرورية أنا عندي في دالة الفايند. طبعا دالة الفورمات كتير بتساعدني في تنسيق النتائج تبعتي أو في تنسيق الأوتبوت، إنه أنا بعطيها string بهذا الشكل، تمام؟ هاي الكوتيشن تبعتها، وطبعا جوات السترينج هذا بعطي له أقواس بهذا الشكل، هاي القوس هذا والقوس هذا. هنا أنا أعطيته قوسين، وهنا بحط dot format وبعطي له 2 parameter. فهو فعليا إيش رح يسوي؟ رح ياخد أحمد ويعوض فيها بدل القوس الأول، وحياخد 2 وحيعوض فيها بدل القوس الثاني. فبالتالي هنا حتصير welcome أحمد to python 2. هنا أنا عندي قوسين، معنى ذلك إنه دالة الفورمات لازم يكون فيها 2 parameters مرارة. لو أنا عندي 3 أقواس هنا، معنى ذلك إنه هنا الباراميترز لازم تكون 3 وهكذا. طيب الآن في عندي دالة الـ isTitle. دالة الـ isTitle بما إنه is، معنى ذلك إنه بترجع true أو false. يبقى بترجع true إذا الـ first letter لكل كلمة، خلي بالك لكل كلمة إنه capital، معنى ذلك إن أنا عندي Python programming، أنا عندي أول حرف من كل كلمة، وهنا أول حرف من كل كلمة ما دام إنه هو capitalized رجع لي true. لو واحد منهم خرق هذا الشرط، واحد من الكلمات، يعني أنا عندي هنا البايثون capitalized أما البروغرامينج البي small، فبالتالي هنا بيكون false. طبعا هذه الشغلة بتساعدني إنه إذا كانت التكست هذا مش title ممكن أعمل له title. فبالتالي هنا title شو الفكرة تبعتها؟ إنه titles باللغة الإنجليزية إنه كل حرف في التايتل لازم يكون capitalized. فبالتالي هنا hello world welcome to python 2 ال h صارت capital في الهالو، وال world w welcome to python 2 بهذا الشكل. طيب في عندي دالة البارتيشن، هي مثل split ولكن بترجع لي tuple، هذا اول اختلاف. والاختلاف الثاني انه بتعمل تقطيع لاول match. يعني هنا أنا طلبت إنه أنا أقطع حسب السبيس، تمام؟ فهنا بروح بتطلع إنه لقى أول سبيس أنا عندي موجود هنا، راح أعتبر إنه الهلو عبارة عن توكن، وباقي النص عبارة عن توكن بالإضافة للسبيس في حد ذاته. فبالتالي هنا قطع الهلو لوحده، السبيس لوحده، وهنا الباقي كله لوحده، تمام؟ طبعا هنا احنا بنركز او بالرأي يعني بنسترجع انه ايش مفهوم التابل، انه يكون انا عندي كاستراكشر انه هي بتمثل وحدة واحدة زي البوينت، انا عندي مكونة من اكس وواي، فبتكون انه هذه عبارة عن بوينت بين قوسين زي هيك 3 و4. دالة السبلت باي ديفولت بتعمل تقطيع باستخدام السبيس، فبالتالي هنا كل ما تلاقي سبيس بتعمل تقطيع، سبيس قطع سبيس قطع، فبالتالي هنا بترجع لي اياهم كل كلمة لوحدها بهذا الشكل. ممكن أقطع باستخدام ديليمتر معين أنا بحدده، فبالتالي هنا اخترت أن أنا أقطع على أساس الكوما، فبروح بدور وين بلاقي كوما، هيها موجودة هنا، فبروح بعتبر أنه هذه توكن وهذه توكن لغاية لما يلاقي كوما تانية وهكذا. فبالتالي أنا بحدد
ممكن حنشوف في المستقبل كيف اني استخدم مثلا ديليمتر زي التاب سلاش تي او السلاش ان انه انا اقطع من خلالها. فبالتالي انه في السبلت باي ديفولت من خلال السبيس، لو انا مررت لها باراميتر اللي هو الديليمتر بقطع على اساسه. دالة الزي فيل تعمل لي زيرو فيل، هذه بتكون مفيدة في عرض النتائج انه تكون مصاغة ب ب بتنسيق معين. فعلى سبيل المثال هنا لو انا عندي 42 فبدي اعمل زي في الخمسة، معنى ذلك انه هذا مكون من رقمين، تمام؟ وهنا احنا بدنا نعمل فيل لخمس ارقام، قديش يعني متبقي عندي للخمسة؟ يعني ثلاثة. فبالتالي راح يحط ثلاث اصفار بهذا الشكل عشان انه الرقم يكون انا عندي خمس خانات. فبالتالي هذا خانتين وانا حطيت هنا زي في الخمسة، قديش انا متبقي عندي لغاية لما اصل لثلاث خانات، فحيعمل زيرو فيل من الشمال. طبعا زيرو صفر من الشمال بيأثرش على النتيجة، فبيكون بهذا الشكل. هنا انا اعطيتكم مثال انه لو كان عبارة عن رقم فعلي، هنا كان الرقم عبارة عن string، فبالتالي هنا بحتاج اعمل اسوي له اول str، تمام، وبعدين بعمل زي فيل بهذا الشكل. فبالتالي هنا الـ i in range هتعمل لي سلسلة من الأرقام من 0 ل 14، تمام؟ الأرقام هذه اللي هي 0 1 2 هيها بهذا الشكل، تمام؟ بدي أعبيها لغاية 6 أصفار، إنه بحيث إنه تكون 6 خانات، عفوا، على إنه أعبيها أصفار لغاية لما تصير 6 خانات، أعبيها أصفار من الشمال لغاية لما تصير 6 خانات. فبالتالي إنه بصير تعبئتها بهذا الشكل زي هيك لغاية التسعة، بيكون بيعبي خمس أصفار، تمام. عند العشرة لا، بيعبي أربع أصفار وهكذا، تمام. فبتكون إنه مفيدة نوعا ما، إنه ممكن أستخدمها في بعض لما أطبع نتائج إنه تكون فورماتد بطريقة معينة، إنه الأرقام مكونة من عدد محدد من الخانات. فهذا كل ما يتعلق بدوال السترينج. ممكن انه نشوف مثلا شغلات اضافية، مثلا انه استخدم ال n، يعني هنا ممكن افحص انه الام عفوا موجودة في البايثون. طبعا دالة الاوبريتور n هذه بتفحص انه اذا كانت true او false، فبالتالي هنا مش موجودة، حيرجع false، تمام. او ممكن افحص انه على سبيل المثال انه الواي موجودة في البايثون بيرجع true انه هي موجودة، تمام. هذه اوبريتور أساسية تستخدم في حل مسائل كثيرة اللي هي الأم، نخلي بالنا منها كذلك، تمام.